لكم ولا حتى ربما لوضع فيديوهات جديدة تخص المدام. نبقى في اتصالات دز أو اتصالات الجزائر ومدام الهواي ب 310 الأس 927. سأحاول تلخيص قدر المستطاع طريقة تفليش هذا المدام بما أنه أعطاني هذا المدام، فسأقوم بفك الشفرة وفي نفس الوقت أصور هذا الفيديو أمامكم. طبعا سيصعب علي التصوير نظرا لأنه لا يوجد شخص يساعدني، يعني بعض الأحيان يحتاج المقطع أن يكون مقطع مصور بالهاتف لأنه يعني سيكون خارج الحاسوب، وبعض المراحل ستكون مصورة في الحاسوب. ندخل مباشرة في صلب الموضوع ونبدأ العمل. أول شيء يجب أن يكون عندك هذا البرنامج، طبعا البرامج كلها موضوعة أسفل الفيديو، أسفل الفيديوهات الخاصة بي. سأضع كل الفيديوهات في يعني في ما يسمى ب يعني في قائمة تشغيل، وأسميها اتصالات الجزائر أو أسميها شيء من هذا القبيل حتى تكون الفيديوهات كلها موجودة، لا يحتاج أن يبحث عليها في يوتيوب مرة أخرى، تكون موجودة واحد أسفل الثاني. قلنا ندخل إلى هذا البرنامج. هذا البرنامج قلنا هو موضوع أسفل أو هذا الملف، كل هذه البرامج التي ترونها هي موجودة أسفل الفيديو، يمكنكم تحميلها. إذن أعتقد أنه لا مشكلة في التحميل. نبدأ العمل. أول ما نقوم به هو التحقق من إصدار المدام. صراحة المدام كان على أتم جاهزية، يعني وجدت فيه الإصدار 21-300. هذا الإصدار هو الذي فيه الثغرة وهو الذي يمكننا التفليش مباشرة منه، انطلاقا منه، أنت لا تحتاج إلى التحديد. لكن إذا وجدت أي إصدار مخالف ستحتاج إلى التحديد. ما معنى هذا؟ معناها إذا كان عندك إصدار 21-300 فأنت تستطيع مباشرة فك الشفرة. إذا لم يكن عندك هذا الإصدار فتحتاج إلى الدخول إلى الروت والتأكد من نوع الإصدار الموجود عندك. لاحظ ها هو الهوم، اسمه الهوم أو الروت نفس الاسم، يعني إذا سميناه أدمين طبعا أدمين الذي أعمل الآن. هذا هو دخل، لاحظوا فيما بعد هذا يسأل أنا عن التحديث. الآن بعد أن ندخل نذهب إلى النظام هنا، يعني لا مشكلة في الفرنسية أو العربية، يمكنكم من هنا تغيير اللغة. أنا الآن نذهب إلى النظام ومعلومات device information device أو information لا أدري بيه الفرنسية، لا أدري المهم بالإنجليزية information device. الآن نبحث على إصدار البرنامج. لاحظوا ها هو إصدار البرنامج DM2 12000، يعني هذا 21-316 أو 21-316 لأنه بالعربية ظهر هكذا 21-316-01 DM2 1269. هذا هو الإصدار. الحقيقة الإصدار كان واجد، كان 21-300 مباشرة، كان يمكنني أن أقوم بتحديده مباشرة بفك الشفرة مباشرة. لكن حتى أوضح لكم طريقة الطريقة العكسية، لأنكم غالبا ما ستجدون 21-316 وستحتاجون إلى التحديث العكسي. لماذا سميته العكسي؟ لأنك ستقوم التحديث دائما يكون من القديم إلى الجديد، لكن هذا التحديث العكسي يعني من الجديد إلى القديم. ستقوم بإنزال المدام للإصدار حديث إلى قديم، لذلك سميته العكسي. وهنا ستحتاج إلى أن تدخل في المود فاكتوري، وهناك خطوات يجب أن تعرفونها، لذلك قمت بتحديثه عمدا، أرجعته إلى هذا الإصدار لأوضح لكم الطريقة كيفية إرجاعه. نبدأ على بركتي. إذن أنا عرفت الإصدار. بعد أن تعرف ما هو إصدار جهازك تبدأ في العملية. أين تذهب؟ دع هذه الصفحة مفتوحة. الآن عرفت الإصدار، دع الصفحة، اذهب إلى هذا البرنامج، افتح هذا Enable T-Land Mod by حسين T-Arch. ما يهمني منه هذا SW Enable T-Land، هذا البرنامج افتح هكذا ستفتح لك هذه النقطة. إن لم تظهر لك Press Any Key to Continue أو Touch Any Press Any Touch to Continue أو شيء بين الفرنسية، يعني Press Any Key to Continue لأنني ويندوز دائما استعمل ويندوز إنجليزية. إذن الآن عندما تظهر هكذا فأنت في الطريق الصحيح. إن لم تظهر لك هذه النقط أو Press Any Key to Continue فتأكد بأنك لم تدخل إلى الروت، يجب أن ندخل إلى الروت هنا. واضح الطريقة إلى حد ساعة، ودائما أعتذر عن طول الشرح لأنه بعض العلوم أو بعض المعارف إذا أخفيتها أصبح الفيديو مبهم. الآن عندما يقول لك بلس إني كي تكون جني، لا أوكي، هذه مهمة.
ننتقل للخطوة الثانية بعد أن فعلت خاصية Enable Tenant by Mode أو Enable، اذهب إلى هذا الكلتي، افتح هنا، اكتب أدريس الهوم 192.168.168، أدريس الهوم أو الروت توجد آخر في المودم طبعا 8.1. ركز معي، إذا نختار Tenant هنا، لا تنسى هذين و Open. الآن ماذا نفعل؟ البعض مباشرة هنا يبدأ ينسخ الأكواد، لا يا أخي، اجعل انطري انطري مرتين. الآن نكتب هذا الكود A T، واضح هو دائما يكتبه هنا مضاعف، يعني الأرقام والحروف يكتبها مضاعفة، لكن هي تظهر A T، أنا كتبت A T، الكود موجودة والتعليم، يعني سأنسخ لكم هذا الكود حتى أو تجدونه هنا، لاحظ هي موجودة هنا، حتى لا يقول البعض أننا نحاول أن نحتال عليها، هي موجودة A T شابو SFM إيقال 1، موجودة هذا الكود. هذه هي الإدخال المود عندما نريد أن نحدده التحديث العكسي، وشرحنا معنى التحديث العكسي، لا أعيده. عندما نحدد التحديث العكسي يجب أن ندخل المودام في وضع الفاكتور مود. إذن RT شابو هكذا شابو، نعم، ثم SFM SFM واضحة، هو يكتب مضاعف لا يحمله، تساوي يكتب الحرف مرتين في هذين 1، ثم نضع أوكي. إذا لم تظهر أوكي وظهرت لديك إيرور، فاعلم أن لديك إصدار 121.316 يشبه هذا، لكن عندك 0.103 1269 أو 96، هذا الإصدار فيه هذه المشكلة. إذا يجب أن تحدد المودام الخاص بك إلى هذا الإصدار الذي عندي، هذا الإصدار الذي عندي، ثم ها هو 21.316 دي أنتم. إذا وجدت 21.316.0.1.0.3 فهنا سيظهر لك في هذا الأمر، هنا يظهر لك إيرور بدل أوكي. الآن أنا ظهر لدي أوكي، بقي الكود الآخر ما هو؟ آتي ثم شابو أي زد ثم أوكي. يجب أن يظهر في كلا الأمرين، أعطيته أمر أول دار أوكي، أعطيته أمر ثاني دار أوكي. إذا جعل لك إيرور فهناك مشكلة، أو يمكنك إذا لم تعرف الكتابة انسخ هذا، مجرد أنك تنقر بالزر الأيمن للفأرة سينسخ الكود، فضع أنتري يخرج لك أوكي. إذا قلت إذا وجدت إيرور وشرحته في أكثر من فيديو، فأنت تملك الإصدار 192 إصدار 21.316.01.03، هذا دائما يخرج لك هذا محمي 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 محمي، لا إله، أعيدها أكثر من هذه لأنه الكثير من الأسئلة ربما سئلت عنها 1000 مرة وأنا كتبتها ووضحتها. الآن نعم هكذا يظهر المدام، لاحظوا ها هو الجهاز، أنا أقوم الآن بالتسجيل، ها هذا هو المطعم المود فاكتوري، هكذا يظهر. إذن نقوم الآن دخلنا في وضع المود فاكتوري، أغلق النافذة هذه ونذهب إلى الآن بعد هذا المود فاكتوري نبدأ عملية التحديد. أما هذا التحديد تحديد العكسي، سننزله من 321.316 إلى 300، لأن إصدار 300 هو الذي يمكنه عمل الديكوداج أو فك الشفرة فيه، يعني يمكنك عملها في أي إصدار آخر، لا في 311 ولا في 316 ولا في 321 ولا في 310 أو 11، كل تلك ولا 313، كل تلك الإصدارات غير محمية ولا يمكنك عمل الديكوداج فيها. الآن بعد أن قمنا نذهب إلى هذا الميتي كاست. هذا المالتي كاست مشكلته الوحيدة هي في أنك هنا يجب أن يتعرف على الكارت الخاصة بك، لاحظ دائما نجعل ريفلاش، لاحظ هذه الكارتات الفيرتيال كارت ومايكروسوفت كارت والباند مثلا 802، هذه نتورك أدابتر، هذه كلها تجد أمامها 000 أدريس إي بي، إذن هو لم يتعرف عليها وهي غير مهمة، ابحث عن هذه التي فيها الرقم، يجب أن تكون هذه الكلمة. لاحظ نذهب إلى هنا ونقرأ أو
ادابتر ما اسمها هذه الخاصه بالواي فاي، ها هي هذه الموجوده المتصله بالكابل اسمها ريالتاك بي سي فاميلي كونترول، ها هي موجوده تعرف عليها ريالتاك بي سي اف فاميلي كونترول اي بي هاو الادريس اي بي. بعض الاحيان تحتاج الى ادخال الادريس اي بي بشكل يدوي اذا لم يتعرف عليه او اذا لم تصلح لديك عمليه شوف لاحظ 192.168.5 كتبت لها بخمسة، هذه تلقائية، أما الأخرى فهذه يجب أن تبقى ثابتة، هذه 8.1 لا تغير، هذه 8.1 دائما تبقى ثابتة، أو تستعمل آلي يعني أوتوماتيك في بعض الأحيان يصلح لك أوتوماتيك، في بعض الأحيان يتعذر عليك الاتصال أدخل الأدريس آلي. المهم يجب أن يتعرف هنا على المدام وإلا فإنه لن يرسلك التحديد. هنا ما هو التحديث الذي سنرسله؟ ها هي التحديثات عندي موجودة وضعتها في ملف اسمه أبديت بيتر دمران. أنت ستجد هذه التحديثات أو احملها من أسفل الفيديو، ها هو التحديث الذي فيه الطفرة الذي سنعمل عليه الذي سننزل له المودم، هذا هو الإصدار القديم الذي فيه الطفرة، اسمه 21300100 Universal. إذن نحدد هذا الميزاجور أو السوفتوير ونرسله هنا يس، ثم نبدأ أصدار. من المفروض تتغير ألوان المودام، إذا لم تلاحظ أن المودام تغيرت أضواءه فاعلم أنه إما لم يتعرف على الكارت، لاحظ لم تتغير أضواء المودام دل على بقي نفسه الضوء الأبيض دل على أنه لم يتصل. ماذا أفعل؟ أقوم بسحب الخيط الشاحن ثم أعيده، يجب أن يتصل من جديد. مفهوم هذه الطريقة، نعيد سحب الشاحن ثم نقوم بعمل كونكت. الآن سحبت الشاحن ووضعت الجهاز ثم لاحظ أصبح الضوء الأبيض والأزرق. لن يطول كثيرا، يمكنكم رؤية الوقت الآن، هي 28 ثانية 30 ثانية نصف دقيقة. يعني أجد صعوبة في تصوير الفيديو بشكل خارجي وأنا حاسب يسري، أما خارج الحاسوب يعني مدام وكذا أحتاج إلى هاتف، لذلك أعتذر إن طال هذا الفيديو. أنا أريد أن أصل كل معلومة، أريد يعني كل شخص مهما كان يعني خبير أو غير خبير أو بسيط يستطيع أن يفك الشفرة بكل سهولة. جزاء أنه يتابع الفيديو جيدا فقط، لا بد منه. الآن لاحظوا أصبح الضوء أبيض ثم اشتعل أحمر، الآن أصبح أبيض. من المفروض هنا يعود للأزرق مرة أخرى، يعود للأزرق ثم بعدها يصبح أخضر. الأخضر هو علامة أنه نجح التحديد. بالتحديد وقت تسجيل انطفأ الضوء الأبيض سيشعر بعده تبقى أخضر مباشرة. لاحظ الأخضر، السلام عليكم. هذا ربما يظهر في الجهاز غير واضح لكنه أصبح الآن أخضر، إذن الأخضر دل على نجاح عملية. إذن هذا هو نجحت عملية. الآن بعد أن نجحت العملية نقوم بعمل ستوب للجهاز، لا نتركه يرسل لأنه إذا تركته يرسل لن يتوقف هو. الآن حددنا الجهاز، الدليل سنعيد الدخول إلى الرابط، نطفي الجهاز ثم نقوم بتشغيله مرة أخرى. هنا في الروت من المفروض عندما نجعل أكتياليزي سأجد نزل إلى إصدار 300، ولن تستطيع تحديث مودامك بالتحديث العكسي إن لم تدخله في المود فاكتوري، هذه قاعدة يعني ولن تستطيع فك الشفرة إن لم تحصل على الإصدار 300. أنا وجدت إصدار 300 صراحة، ولكن من أجلكم فقط قمت بإعادة رفع الإصدار الحديث ثم قمت بتوضيح العملية فقط، قمت بإنزاله إلى إصدار 300. الآن ها هي
حسن أدمين أدمين. هيا يا الحاج كونيكسيون هذه ثقيلة ولا كيخليها أو المدام لا يتصل بسرعة. نعم أجيلي تيليكوم لاحظوا أصبحت حواو أدمين أدمين ثم نهبط أدمين هذه معرفة لا فيما بعد ما نشي أكد. الآن نذهب إلى النظام ونتأكد من الإصدار. ها الإصدار أصبح 21.300.1.0.0. إذن إنيفرسال الإصدار العالمي الذي فيه الطغر هذا هو 21.300. الآن أصبح المودم جاهز للاستفادة من هذا الطغر. ماذا سنفعل؟ بنفس الطريقة نذهب إلى المود إنابل مود هذا حتى تظهر لنا تراس إنيكيتو كونتين. نعم جاءت. يجب قبل إدخال أي كود أن نفعل هذا تراس إنيكيتو كونتين سو إنابل تيلنت مود نفعله هذه الخاصية ونذهب مرة أخرى إلى كونتين نفس الطريقة نكتب هنا 192.192.192 نقطة 160.160.8.1 ونختار تيلنت نفس الطريقة الأولى إلا أن الاختلاف في الكود. الأكواد الأولى هي أكواد التيلنت مود أو المود فاكتوري وهذه الأخيرة من أجل الحصول على الكود الطويل. ننزل مرتين مرة أخرى ونذهب إلى هنا التعليمات وننسخ هذا الكود. لا أستطيع كتابته لأنه طويل الذي فيه 128. ننسخه هكذا ونأتي إلى هنا الكتي ونضع له أنتري. الآن حصلنا على هذا الكود الطويل هكذا أحاول صغير وهكذا. نعم عرفت هذه المشكلة حدثت لي يعني من قبل عندما أكبر الشاشة بهذا الشكل أحصل على الكود موزع يعني أصغر وهكذا بشكل مناسب ثم أنسخ كليب أين هي كوبي أول كليب. نعم هكذا الآن ننسخ باست. لاحظ جاءت بشكل جيد. الآن الآن يمكنني الاحتفاظ بها سيف. نعم عندما أقوم بعملية السيف يمكنني أن أغلق هذه النافذة. الآن احتفظنا بالكود ها هو الكود الكود الطويل الذي منه سنستخرج الكود. ماذا نفعل الآن؟ نذهب إلى الملف هذا ثم الآن نفتح هذا البرنامج. هذا البرنامج ماذا سنفعل فيه؟ من هنا نختار هذه الخاصية نيك نتورك اللوك كود يعني كسر سيم الخاصة بفك أو كسر حماية الشبكة هذه سيم يعني نختار هذه الخاصية. طبعا سيطلب منك هذا الكود هنا من السطر كود أول ستنسخه من هذا الملف وعلى هذا الملف موجود هنا عندي. إذن فكت شفل أي كيف يكون أترك 128 يعني الكود الأول إلى 128 أتركه وأبدأ من بعد 128 أبدأ أنسخ 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 إلى أين؟ إلى الصفر صفر أترك الصفر صفر إلى هنا. هذا هو الكود الأول لم أحسبه كوبي لم أحسبه لأقول لك كم يوجد مدى ليس لدي الوقت على هذه الأشياء ثم يعد. الآن لاحظت بدأنا من بعد 828 وتوقفنا قبل 000 إذن نترك كل هذه الأصفار مرة أخرى ونبدأ عند نهايتها. هذه الأصفار نبدأ من 3 والأرقام تختلف لكن الأصفار تبقى نفسها 128 تبقى نفسها والأصفار تبقى نفسها إلى هنا إلى أنسخ 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 إلى أين؟ إلى هنا 01 01 ليست معنا يعني اتركها إلى هنا 01 اتركها. لاحظ البعض يخطئ هنا ويقول لم يعطني كود أخي أنسخ جيدا أنسخ جيدا الكود. طبعا النهاية لاحظوا البداية نفسها متساوية والنهاية نفسها دل على أن متجانسان الأرقام الكود السطر الأول والسطر الثاني متجانسان
الآن مازال الآن هنا سيظهر الكود فك تشفير. أما هنا كالكيت نتركه يحسب، نضغط على كالكيت ونتركه يحسب. قال تتراوح العملية من بين 3 إلى 15 مينيت، يعني كل ما دام مشكلة أو يعني صعوبة فك التشفير الخاص به، يعني كل واحد وزمنه. لاحظ بدأت عملية تتقدم منها بواي 2%، أنا أنتظر. بعض الأحيان لا، لا يتجاوز حتى ربما دقيقة، بعض الأحيان يصل إلى 3 دقائق. لدي مدام في المنزل لم يتجاوز حتى ربما نصف دقيقة، وجد الكود وأعطاني الكود. ها الله أكبر، ها هو آخر لم يتجاوز حتى ربما 10 ثواني، ها هو أعطاني الكود. ها هو واحد من الذين لا يتأخر، أنا أعطاني الكود. لاحظوا كم هي سهلة العملية، فقط هذا الكود نحتفظ به لأنني لا حد الساعة لا أدري إذا كانت لدي سيف. الآن انتهت عملية فك التشفير، كل شيء موجود، الكود عندنا، كل شيء عندنا. الآن ماذا نفعل؟ نغلق كل هذه البرنامج، لم نعد نحتاجها الآن، أو نتركها بعد حين. نعم الآن نقوم باستبدال الشريحة. يلا هي الشريحة، أين هي الشريحة؟ ماذا أفعل؟ هل توجد لدي شريحة؟ الآن بعد أن ندخل الشريحة الجديدة، بعض الأحيان يقول لا يوجد شبكة، لا يهم، أدخل أدمين، وأدخل أنا هنا، يقول يطلب منا أن ندخل كود فك التشفير، كود فك التشفير طبعاً حصلنا عليه ونسخناه وها هو موجود هنا. أهو، كوبي. الآن أقول له خذه. انظر. تمت عملية فك التشفير. نعم الآن هي التريجي وهو موبيليز، وأمامكم لاحظتم كيف أنه تم عملية فك التشفير بنجاح. وللإفادة فقط أضيف لكم التصوير الخاص بحالة. لاحظ ها هو الضوء، لاحظتم الضوء الأخضر على أن موبيليز يعني تشتغل بالتريجي. لاحظ ها هو المدام وها أنتم في وهران أو في برج أو في آخر الأرض، المهم الآن الليل متأخر وغدا عندنا تحضيرات ودروس للأسف. يعني ما سأوضحه أسفل هذا الفيديو، طبعا وضعت في فيديوهات سابقة وضعت الهاتف من أجل الاتصال أو المساعدة. أنا كنت أفكر في أن أخصص كل يوم ساعة من أجل الرد على أي استفسار، سواء باتصال مباشرة أو سواء بالأسئلة في الفيسبوك أو الماسنجر أو لا. الآن لم أجد، يعني الوقت لا زال الوقت بالنسبة لي مختلف، والصاعد يلتقي بالهابط. كل ما أريد أن أوضحه أنني من الساعة 8:00، يعني من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة يعني تقريبا 12:00 مساء، ثم من الساعة 2:00 مساء إلى الساعة 4:00 أو 4:30 يعني مساء، تجدني دائما في للأسف في القسم ولا أجد وقت للرد على السؤال أو الاستفسار. يعني ربما إذا كان لدي وقت قد يكون من بين يعني 2:00 و 12:00 مساء، أو يعني من المساء من 5:00 كذا. هذا إذا كنت متفرغ، يعني بعض الأحيان تكون هناك الكثير من الكراريس والمشاكل هذه المذكرات ولا أدري أنا هذا الخروضة، فتقريبا لا أجد الوقت حتى ربما للدخول والرد على استفسارات في الماسنجر. لكن إذا كنت محظوظ اتصل، فأنا إذا وجدت أي اتصال أحاول أن أرد إذا كان لدي الوقت.
هذا هو السبب الذي جعلني ربما ما عدا يوم السبت ويوم الجمعة يعني الفترة الذي لا أعمل فيه وأكون ربما متفرغ للإجابة والاستفسارات ومساعدة الآخرين. من الأيام الأخرى فغالبا ما تجدني مشغول. أيضا لست من النوع الذي يحمل الهاتف دائما معه، ولا من النوع الذي للأسف لا أحمل الهاتف، ويكاد يكون الهاتف بالنسبة لي على أرميه دائما. دائما تجده مرمي لأنني يعني نوضح واحد النقطة، يعني عندما وأنا ذاهب أجد شيئا، أجد أي عمل أشتغل فيه، لا يهمني إذا كان الهاتف كان معي أو كان في المنزل أو في لا أدري أنا أين، أتركه في المكان الذي كان فيه وأشتغل بالأشياء التي أجدها أمامي. ثم عندما أعود هناك أبحث عن من اتصل ومن لم يتصل، فقط هذا ما أردت توضيحه بالنسبة لنقطة الاتصال والاستفسار. أي مشكلة دائما نحن هنا في الخدمة. أتمنى أن يكون أعجبكم الفيديو، أتمنى أن يفيدكم هذا الفيديو كما أفدتكم الفيديوهات التي من قبل. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.